انخفاض كبير في درجة الحرارة هنا في الجلف لم يواجهه سكان الولاية إلا بهذا اللباس التقليدي المعروف بالقشابية، فهو السلاح الوحيد الذي يتلائم مع هذا المناخ البارد. القشابية هذه نصبر وعنا ما رأي ما نش لابسين هجر ما كتنا طول عندنا همة فيها همة اللي مهتمين بها ما نقدروش نتبعد ونتخلقوا القشابية. القشابية هنا راه عندنا أنها قشبة جلفة هذه عندها سومة غالية محبة في الولايات منه ومنه. في قرية أولاد عبيد الله على بعد حوالي 5 كيلومتر من مدينة الجلفة، الكبار والصغار ومن مختلف الأعمار يلبسون القشبية التي تتراوح أسعارها حسب مكانة كل شخص. الفهناية معروفة بالقشبية يصنعوها في مسعد، قشبية تاع البر كاين تاع الصوف كاين تاع الملف كيما هذه تاع ملف كاين تاع لوبر، وهذه دافيه في الشتاء دافيك من حتى الرجل قاعد دافيه من بكري. هذه بوياتنا يلبسوا فيها من بكري، قعدنا احنا نلبسوا فيها، مازال بعض الشباب يلبسوا فيها درك كاين اللي ما يلبسهاش. يفضل سكان الجلفة ومع انخفاض درجات الحرارة هذا اللباس الشتوي الذي يغطي كامل الجسم من الرأس إلى الرجلين، وتبقى القشابية افتخار وجمال ودرع متين لمقاومة البرد.